ان شاء الله حبايبي، النهاردة هنعمل الهمبرجر البيتي، وهوريكم ازاي نشيله في الفريزر ونستخدم العدد اللي احنا محتاجينه بس. يعني مش لازم اليوم اللي نعمله فيه نستخدمه، لا احنا هنعمله ونشيله في الفريزر ونسحب على قد ما احنا عايزين نعمل سندوتشات. طيب ميرسي لحبيبتي اللي ادتني فكرة الهمبرجر، وان شاء الله يعجبكم الهمبرجر البيتي. احنا دلوقتي ده نص كيلو لحم مفروم، هوريكم احنا هنستخدم ايه في الوصفة. هنستخدم بودرة ثوم، بودرة بصل، ملح وفلفل ومستردة، دي التتبيلة بتاعته. فاحنا مثلا النص كيلو هنحط عليه معلقتين مستردة، معلقة ثوم، معلقتين بصل وملح وفلفل. هنتبله وهوريكو ازاي بعد ما نتبله هنقطعه شبه الهمبرجر بايه. هنحتاج زي مج كبير شوية او طبق شوربة صغير شوية، هوريكو دلوقتي. هنحتاج مثلا مج كبير شوية زي ده ويكون مدور عشان نقطع بيه قطع الهمبرجر، واكياس بلاستيك اللي هي بتاعت التلاجة دي هنقطعها ونحطها بين كل واحدة همبرجر والتانية عشان ما يلزقوش في بعض، وعلبة طبعا مدورة عشان او مربعة عشان نحطها في الفريزر. بصوا حبايبي، انا حطيت دلوقتي الملح والفلفل وبودرة الثوم وبودرة البصل على اللحمة المفرومة والمستردة، وهقلبهم كويس اوي. طبعا انا هنا مستخدمة اكتر من نص كيلو، فهو لكل نص كيلو لحمة مفرومة بنستخدم معلقتين مستردة ومعلقة ثوم ومعلقتين بصل. طيب وطبعا معلقة ملح ومعلقة فلفل لكل نص كيلو. طيب وبعد كده هنقلبهم كويس قوي ووريكو هنقطعه ازاي. بصوا حبايبي، بعد ما تبلنا اللحمة المفرومة وعجناها كويس قوي في التتبيلة، الفكرة دي جات لي علشان نقطع حاجات، يعني شكل الهمبرجر يبقى كله شبه بعضه وقد بعضه. فأنا فردت اللحمة كده على الرخامة، طبعا الرخامة نظيفة وناشفة، فردت اللحمة على الرخامة بالسمك اللي أنا عايزاه للهمبرجر. يعني أنا عايزة السمك كده، ممكن نرفع السمك أو نتخنه، انتوا زي ما انتوا عايزين. فالسمك يعني ده معقول، وبططتها كده على شكل دايرة. يبقى انا بطلت اللحمه كده المفرومه اللي هي في التتبيله على شكل دايره وبالسمك بتاع الهمبرجر المعتاد. طيب هنيجي بقى ايه بالمج، المج ده المدور، ده مدور بس كبير شويه، وهنقوم متكيين كده. بسم الله كده، ايه بقت واحده همبرجر، نيجي جنبيها بالظبط واحدة كمان اهي جنبيها بالظبط. اهي وهكذا نلف بقى على العجينة كلها لحد ما نطلع دوائر 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 كلهم ايه قد بعض. فهنخلص ده ووريكم بقى هنشيلها ازاي. بصوا حبايبي، احنا كده عملنا دوائر دوائر، هنشيل الدايرة دي بالراحة قوي كده بسباتولا مثلا او حاجة مبططة كده من تحت، ونكون محضرين علبة متبطنة كده بكيس بلاستيك، كيس بلاستيك من بتاع اكياس التلاجة، ونحط واحدة وبعدين نحط رق بلاستيك وواحدة ورق بلاستيك وواحدة، ونملى بقى كده العلبة بين كل رق ورق بلاستيك. بصوا حبايبي، انا كده وضبت قطع الهمبرجر في العلبة اللي هشيلها في الفريزر. البلاستيك ده البلاستيك بتاع اكياس البلاستيك التلاجة اللي بنجيبها من السوبر ماركت، وانا فتحتها بالمقص او بالسكينة وقطعتها صغير البلاستيك بحيث يتحط بين كل واحدة وواحدة قطعة بلاستيك. طيب بطنت العلبة من تحت بالبلاستيك، وبعدين حطيت اول واحدة همبرجر، وحطيت بعد كده رق بلاستيك، بعدين تاني واحدة، بعدين رق بلاستيك، تالت واحدة رق بلاستيك، رابع واحدة رق بلاستيك، وهكذا.
لو العلبة كبيرة شوية ممكن تاخد 2 جنب بعض زي ما انا عاملة كده. وفي الاخر خالص لازم ده يبقى بلاستيك، عشان هنغطي بقى كده ونحطه في الفريزر. طيب عايزة اوريكم حاجة مهمة، احنا دلوقتي بنقطع بالايه، بالمج، او لو عندك كوباية من غير الايد دي يكون احسن، بس تبقى مدورة ويبقى حجمها مناسب لحجم ايه قطعة الهامبرجر. احنا بططنا اللحمه المفرومه المتبله كده، وايه يعني عملنا الدايره دي بالمج ده او لو عندك كوبايه. طيب خلاص رحنا شايلينها كده بالسباتولا بالراحه خالص اهي، دول القطع اللي طلعناها. طيب بيفضل بقى حته كده لحمه، مش هينفع نعملها بالمج عشان هتبقى ايه صغيره. عادي بعد ما اشيل القطعة المدورة بتاعت الهمبرجر اخد دي تاني واعجنها تاني واعملها دايرة تاني واعملها تاني ايه شكل مدور بالمج. افضل اعمل كده لحد ما كل قطع اللحمة ايه تخلص معايا ويبقى عندي كذا قطعة بقى همبرجر. عايز اقول لكم ما شاء الله ان احنا بالطريقة دي بقى عندنا همبرجر بيتي صحي جدا، مفهوش اي مواد صناعية، واخدين بالكم؟ وانتوا عارفين اللحمة جايبينها منين وايه نوعها وانها ما شاء الله لحمة كويسة، يعني مش زي بعض المحلات يعني بتاعت الهامبرجر، فاهمين؟ فايه انتوا كده عاملينه في البيت وضامنين كل المنتجات، بلس بقى ان هو اوفر بكتير. يعني تكلفة الساندوتش الهامبرجر اللي هتعمليه في البيت ما يجيش ربع الساندوتش تكلفته اللي هتجيبيه من بره، وصحي جدا. فدلوقتي احنا هنفضل نقطع اللحمه كده لحد ما نخلص كميه اللحمه كلها ونعملها دوائر الهمبرجر دي كده. وبعدين نحضر علبه تانية بقى، لان العلبه الاولانيه خلصت، علبه بلاستيك عاديه خالص ومتبطنه ب بلاستيك شيت كده، اللي هو اصلا يعني عارفه الاكياس بلاستيك التلاجه اللي بنجيبها من السوبر ماركت دي، بقصقصها كده بحيث ان انا يعني ابطن العلبه واحط بين كل واحده همبرجر وواحده همبرجر كيس بلاستيك او راق بلاستيك، راق بلاستيك عشان ما تلزقش في بعضيها، زي بالظبط العلب الهمبرجر اللي بنجيبها من بره بتلاقي بين كل واحده والتانيه ايه شيت بلاستيك عشان تطلعي واحده بوحدتها تعمليها. ده ان كيس ان انتي مش هتعمليهم يعني دلوقتي، لانه ايه مش معقول هنعمل الكمية كلها دلوقتي، فهنشيل جزء، ده الجزء اللي هنشيله في الفريزر، هنغطيه بقى بالايه بالعلبة كده بالغطا بتاع العلبة ونشيله في الفريزر. اللي احنا هنعمله دلوقتي مثلا زي هتعملي دلوقتي 4 اهو، مخليهم خليهم بقى شوية كده حوالي ساعة عشان يعني ايه ياخدوا تتبيلة تبقى تمام يعني. طيب وهنفضل بس الاول نقطع اللحمه على شكل دواير لغايه لما نخلص الكميه كلها، ناخد الجزء اللي هنعمله النهارده ونشيل الباقي في الفريزر بالطريقه اللي قلتلكوا عليها لحد ما نيجي ايه نستعمله. بصوا حبايب، بعد ما جهزنا الهمبرجر وشيلنا اللي احنا مش عايزينه في الفريزر في علبه بلاستيك، فاصلين بين كل واحده همبرجر وهمبرجر بشيت بلاستيك وحطيناه في الفريزر، احنا النهارده مثلا هنعمل بقى التلاتة دول، فسيبناهم في التتبيلة كده متعريين جاهزين لمدة مثلا ساعة ساعتين علشان ايه ياخدوا التتبيلة كلها. وهنحضر الطاسة يعني التيفال ولا كده اللي ما بيلزقش فيها الاكل، وبعض الاضافات بقى. طبعا اول حاجة العيش، العيش لازم يبقى كايزر سواء سادة او بسمسم زي ما بتحبوا، ونفتحه كده بالسكينة المشرشرة. طيب دول مفتوحين اهو، وياريت نسخنه شوية بس في الفرن عشان يبقى ايه يعني سخن. طيب وهنفتح النار تحتيها ونشويها بقى في الطاسة دي، هتاخد مثلا قولي 2 دقيقة كده و2 دقيقة كده. طيب في بعض الاضافات لو تحبوا، بعض الاضافات للي بيحب، اضافات مثلا ايه طماطم، بصل، خس، مستردة. طيب احنا دلوقتي هنشوي الهمبرجر ونطلعه، وبعد كده نشوي البصل ونطلعه، وبعدين نشوي الطماطم ونطلعها،
وبعدين نرص بقى الساندوتش. ممكن نحط بقى حبة خس بالمستردة كده أول حاجة، وبعدين نحط واحدة بصل وواحدة طماطم، أو العكس، واحدة طماطم وواحدة بصل، وبعدين نحط ايه الهمبرجر. هوريكم كل حاجة بالتفصيل. أول هنشوي الهمبرجر. بصوا حبايبي، بنشوي الهمبرجر على نار متوسطة. احنا على فكرة مش حاطين أي دهون، احنا يدوب مسحنا الطاسة مسح بالزيت عشان تبقى بتلمع بس كده عشان ملزقش فيها. واحنا بنشويه بنعمله كده يعني بسيط قوي 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 بالراحة، عشان لو في اي حاجة ايه تنزل. يدوب دقيقتين الناحية دي ودقيقتين الناحية. احنا كده خلاص حبايبي الهمبرجر اتشوى وطلعناه، ومكانه هنشوي البصل ووراه هنشوي الطماطم. حبايبي ده شكل الهمبرجر بعد ما خلص، ودي شكل الحاجات اللي هي اكسترا لو انتوا عايزين تحطوها في الساندوتش. انا دلوقتي هعمل ساندوتش واوريه لكم كده حبايبي. يعني شكل الساندوتش بعد ما اتحشى، احنا لما فتحناه نصين حطينا اول راق طماطم، تاني راق بصل، تالت راق خس، رابع راق الهمبرجر نفسه، وبعدين قفلنا عليه او باي ترتيب. ولو بتحبوا المستردة تبقوا حاطين نقطة مستردة تاني على العيش نفسه من جوه. المهم يعني ان هو المكونات بتاعته دي كلها ممكن دي اديشنال، يعني مش لازم انتوا تحطوها، يعني اوبشنال، يعني ممكن ما تحطوهاش خالص، يبقى سادة خالص الهمبرجر بس. ممكن حد بيحب البصل بس، او الطماطم بس، او الخس بالمستردة بس، او المستردة بس، او كله على بعضه. فانا واحدة من الناس بحب كله على بعضه، فحطيته كله على بعضه وبألف هنا وشفا. ميرسي صاحبة فكرة الهمبرجر حبيبتي قوي، وارجو ان تكون افكار التخزين اللي انا قلتها لكم دي عجبتكم، وان شاء الله تنفعكم. وبألف هنا وشفا سندوتش الهمبرجر البيتي. يا روح قلبي جدا 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 كيتشن كوين، اشطر شيف في العالم، برضو اشطر ميك اب ارتست طبعا في العالم، بس النهارده ده عشان اشطر شيف في العالم كله. حلو جدا وعجب بابا جدا وعجبني جدا وهيعجب ندى اكيد. وميرسي ميرسي ميرسي على الوصفه الجميله يا روح قلبي.